بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقد شهدت مصر خلال الثماني سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من فخامتكم للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره، استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، إيمانا من سيادتكم بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام. سيادة الرئيس، يلعب قطاع الثروة الحيوانية دوراً مهم وسريع النمو في الاقتصاد الزراعي العالمي، حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من إجمالي الناتج الزراعي في أي دولة. لذلك نستأذن سيادتكم في أن يكون عرضنا اليوم بمناسبة تشريف سيادتكم لافتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات تحت عنوان الثروة الحيوانية بوابة الأمن الغذائي. تتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، أيضاً تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرات الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف. كما تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، تمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد مع تدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين. هذا وقد واجهت تنمية الثروة الحيوانية مجموعة من التحديات، أهمها عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، قلة وجود المراعي الطبيعية، ارتفاع أسعار الأعلاف العالمية ومكوناتها، تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة، تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان. سيادة الرئيس، في ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية على نحو ما سبق، كان تكليف فخامتكم لنا بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها في إنشاء قاعدة للبيانات، تحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، دعم المشروع القومي للبتيلو، تطوير مراكز تجميع الألبان، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة. وفي سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة، تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في كل أنحاء الجمهورية، استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد بما يحقق التوازن المطلوب، مع التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة وأماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان، رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد أماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها، مع رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات، مع تحديد احتياجات صغار المربين الأولى بالرعاية في القرى وتوابعها سواء من الخدمات التمويلية أو التأمينية، مع تنمية أساليب الرعاية والتربية بهدف مساعدتهم على زيادة الإنتاجية وتحسين دخولهم استهدافاً لحياة كريمة.